معنا هاتفيا من عمان ناشطة الحقوقية سيدة إيناس زايد. مرحبا بك سيدة إيناس. سيدة الأمم المتحدة تشدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم، كيف ترين أوضاع النازحين في العراق بعد مرور أكثر من سنتين على إعلان الحكومة في بغداد انتهاء الأعمال العسكرية؟ نعم، مساء الخير. يعني أنا الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين سيئة جدا، وهي تزداد سوءا مع مرور الوقت. مع الأسف يعني هناك فعليا نقص في الخدمات في مخيمات النازحين، لا يوجد هناك كهرباء لتزويد المخيمات بالطاقة، لا يوجد خدمات النظافة، هذا كله يترافق أيضا تفشي للأمراض وعدم وجود أيضا رعاية طبية كافية خصوصا للأطفال ولكبار السن. يعني هذا الامر لم يكن هذا الوضع هو المأمول، ولم يكن يعني في الحسبان ان الماساه ستستمر طول هذه المده دون اي حل يفتر. لذلك فنعم، يعني بعد انتهاء العمليات العسكريه التي شنتها الحكومه بالتعاون مع حلفائها، لم تكن هذه الصوره التي كانت مرتكمه في الذهن حول اوضاع النازحين. ولذلك فأقل ما توصف أوضاعهم الإنسانية الآن بأنها مأساوية ومأساوية جدا. منظمة أطباء بلا حدود ذكرت أن أكثر من 1,600,000 شخص ما زالوا مشردين في العراق، ماذا قدمت المنظمات الدولية لهم، المنظمات الإنسانية والحقوقية، ولماذا لا يظهر أثر هذه الجهود؟ يعني المنظمات الدولية الإغاثية حاولت تقديم يعني ربما معونات عاجلة من دواء أو أغذية، يعني هذه الأمور قدمتها، ولكن النازحين بحاجة إلى أكثر من ذلك، هم بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى الشعور بالحياة الكريمة مع توفير الخدمات كافة كالتعليم والصحة والعمل. لذلك مع عدم يعني إنكارنا لدور المنظمات الإغاثية في مرحلة ما، إلا أن هذا يعني الدور لم يكن كافيا لتحسين اوضاع النازحين بالطريقه المطلوبه. طيب كيف ترين جهود الحكومه في بغداد في هذا الجانب لتهيئه الظروف لعوده النازحين الى مدنهم؟ يعني هناك جهود، وقد تابعنا يعني قيام مجلس الامن الوطني صرح بانه سيتخذ العديد من القرارات فيما يتعلق ب ملف النازحين في العراق. والحقيقه اننا نتمنى ان يكون هناك جهد حقيقي وخطوات جاده من اجل انهاء هذا الملف، وايضا تامين عوده النازحين الى مناطقهم، ونشدد على ان اي عوده للنازحين يجب ان تكون عوده طوعيه وليست قسريه، بمعنى انه لا يجبر احد الى العوده الى مناطق هو لا يشعر فيها بالامن، وبالمقابل ايضا عدم ممانعة أي شخص من العودة إلى دياره في حال رغب بذلك. فنحن نشدد على مسألة العودة الطوعية، إن كانت الحكومة ستتخذ خطوات في هذا الصدد فيجب مراعاة هذا الأمر بالضرورة الماسة. المشكلة في الملف الأمني، يعني في عودة النازحين إلى مدنهم، هناك من يرى أن الضعف الأمني في المناطق المستعادة متعمد، يعني إلى أي مدى ترين أن الأوضاع الأمنية تؤهل لعودة اللاجئين؟ يعني لابد من وجود أو تأمين يعني العنصر الأمني أو الأوضاع الأمنية من أجل العودة الآمنة للنازحين، لأن ما دفعهم للخروج أو للنزوح بالأساس هو انعدام الأمن. لذلك لا يستقيم عودتهم دون وجود هذا العنصر. عدم توفير العنصر الامني فعليا هو يعني بمثابه يعني تأزيم للمشكله، وايضا ربما فتح الباب للمزيد من الانتهاكات في حق النازحين. لذلك فعنصر الامن ويعني توفير الاوضاع الامنه هو عنصر مهم جدا من اجل حل ملف النازحين بشكل جذري في العراق. إذا كان هذا الضعف الأمني يمنع عودة النازحين، مع أنباء عن ارتكاب الميليشيات انتهاكات ضد النازحين وثقتها بعض المنظمات، ألا يعد منع النازحين إلى مناطقهم ممنهجة؟ عدم توفير العنصر الأمني بشكل متعمد في بعض المناطق دونا عن غيرها، نعم من الممكن أن يعتبر تعمد وايضا تصرف ممنهج
من اجل ربما يعني منع بعض الاشخاص من العوده الى ديارهم لاهداف ديموغرافيه او توزيع اعاده توزيع ديموغرافي مثلا، او حتى يعني الوصول الى اهداف سياسيه معينه، ولكن هذا الامر ان تم بشكل ممنهج او تم بشكل متعمد ايضا من قبل الحكومه فنعم ممكن ان يعتبر انتهاك، وهو مرتبط بشكل اساسي في الحق الذي ذكرته لك، وهو حق بالعوده الطوعيه الى المناطق، بحيث لا يمكن اجبار اي شخص، وبالتالي ايضا لا يمكن منع اي شخص من العوده الطوعيه الى المناطق التي خرج منها. لذلك فنحن يعني نقول ونوصي بان يكون هناك تامين لكافه المناطق من النواحي الامنيه حتى تتيسر عوده النازحين دون وجود عراقيل او دون وجود معوقات لحل هذا الملف. شكرا جزيلا لك من عمان الناشطه الحقوقيه ايناس زايد.